يعني ذو الحنكة والدهاء والعقل ورجاحة العقل إحداكن يعني من النساء تذهب بذا اللب من إحداكن. وهو الذي أمرنا ونهانا وأعلم بما يصلحنا وما يفسدنا. فإذا أمرت مثل النساء لما أمرها الله عز وجل بالقرار في البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، هذا خير لها. لماذا خير لها؟ لأن النفوس تستشرف. الله جعلهن فتنتنا، والله جعلنا فتنتهن، فالرجال فتنة للنساء والنساء فتنة للرجال. هذا أمر لا مجال للرد فيه أو حتى المناقشة، فهي جبلة بشرية وأمر في ذات نفوسنا وقراراتها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الحاذق يعني ذو الحنكة والدهاء والعقل ورجاحة العقل إحداكن يعني من النساء تذهب بذا اللب من إحداكن. المرأة قادرة أن تعبث في عقل الرجل العاقل، بل ربما فتنته من لا جمال فيها، لا من هيئة ولا من وجه ولا من جسم ولا من، لكن يزينها الشيطان ويجعلها ملك حتى يقع فيما حرم الله عز وجل. ويزين له الشيطان، وهي خطوات. الشيطان ما يأتي فجأة ويحرفك ويضلك، لا لا أيها الإخوة، الشيطان يمارس سياسة طول المدى. ولذلك نهانا الله عن اتباع خطوات الشيطان، خطوة